وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا ألهمنا رشدنا وبارك لنا في مسعانا حتى نبلغ رضاك ونتمتع بمحبتك ونزداد قوة ببركاتك. أمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة. الآن نقف وقفة أخيرة، ربما أخيرة، مع آية 28 من سورة الأحزاب لكوانتي. نحن الحديث عن ما جاءت به هذه الآية الكريمة لا ينتهي، لكن أريد بعد هذا الفيديو ننتقل للآية 29 بحول الله تعالى. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سرحا جميلا. ووضعت الأمور، إذا كان القيمة اللي أنتم عليها الآن لنساء النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان القمة اللي أنتم وصلتوا لها بانتسابكم إلى الرسول عليه السلام عن طريق الزوجية، بعد القمة دي طالبين الدنيا، يعني كانوا ما كبرش عينيكم المقام اللي أنتم عليه. إذن ما ستتطلب قطيعة، لكن بأناقة، بعزة نفس، بسخاء نبوي شريف. يعني الله ألهمه أن يكون سخيا مع كل الناس. ونعرف تاريخه، كباس واحد من قبائل العرب، وقت اللي نبينا عليه الصلاة والسلام هداله عدد كبير من السعي، رجع إلى قومه داعيا إياهم أن يؤمنوا بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لا يخشى الفقر. عرف الرجل هذا السخاء النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون على العلم به كل من يريد خيرا لنفسه ولو خير مات. فكيف إذا كان هذا مع البعيد؟ سخرنا به عليه الصلاة والسلام أكثر بهذه الطريقة، فكيف تجر؟ لكن لم تجر لأمهات المؤمنين، فما الجرأة منهن؟ لأن الآية التالية تقول اللي ليست هناك جرأة، كانت غفلة وبفضل الرحمن حين جاءت آية القرآن انقشعت تلك الغفلة ورجعوا للجادة وعرضوا لا خيار على معاشرة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو جاءت من العرض كنوز لهن فيختارن النبي عليه الصلاة والسلام. وقت فهموا اللي كون النبي بكيف واحد من الخلق، وهنا رب يوعدهم بجزاء أوفى، رزقا حسنا، مش عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، مباشرة من عند الله، دنيا وآخرة. وأنا أقول ببساطة اللي يحب من قوات الآن الحركات الإسلامية الحقيقية، يحب يكون ناجح، معليه لا يقتفي أثر النبي عليه السلام، ويوري لزوجته زوجاته اللي طريق الأمثل لهن والأخير هو المكوث مع هذا الزوج، لأنه اختار طريق النبي عليه الصلاة والسلام، فهو طريق أمان، لا طريق مخاطر، وطريق ربا لا طريق خسارة، وطريق فرح لا طريق حزن. نسأل الله السلامة والسلام على من تبع